السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، ازيكم يا قطايت؟ عاملين ايه؟ احوالكم ايه؟ معانا النهاردة طريقة تفريز الجوافة. دي الطريقة الوحيدة الصح. هتقولي لي انت بتخترعي؟ لا، دي دراستي انا، دارسة اقسام منزلي وفاهمة. بقولك ايه، دي دراسة. طيب ايه بقى الغلط؟ الغلط يا ست الكل ان كل فاكهة في الدنيا لما بتعصريها، بصي تمسكيها اشطيها بالسكينة، خلاص بدأت تفقد قيمتها الغذائيه. ده لو انت عايزه قيمه غذائيه. طيب واحده هتقول لي انا بشرب العيال، اعتبريها ميه بلون وطعم جوافه بدل الطعم الخارجي. هقول لك ماشي حلو، حتى طعمها يروح وهتسود. وتبداي تضيفي لبن كتير. اللبن اما بتضيفيه لبن او زبادي على الفواكه ما بتستفيديش لا بقيمه الفاكهه ولا بقيمه اللبن ولا كالسيوم اللبن، لانهم بيتحدوا مع بعض. اللبن كالسيوم اللبن بيتكون منه اكزالات، يعني بينزل اصلا في الحمام بتاع الاطفال. دي معلومه برضو خلي بالك منها. طيب ايه الصح يا ست الكل؟ انا بقى رسالتي موجهه لبتوع الكافيهات، اللي بتوع المشاريع، اللي هم مثلا في فصل الصيف بيحاولوا يكسبوا من الحاجات دي. يعني ما بيبقاش في جوافه في السوق، ومثلا بتبقى الاهالي بتفسح عيالها، مشروع قهوه بلدي، عايزين عصير، فبيبقى العصير بتاعهم عجيب الصراحه، بيبقى فاصل واسمر وطعمه وحش ولونه وحش. طبعا هو هيخسر فيه، طيب لانه مش عارف يخزنه حلو. طب انا هقول لكم دلوقتي طريقه التخزين السليمه. هتقولي لي انت وجهت الرساله ليه لاصحاب المشاريع؟ هقولك انت كست بيت، السنة بتعدي علينا بسرعة جدا جدا جدا، إلا لو أنت في بيت عيلة أو لو عندكم أفراد كتيرة بسم الله ما شاء الله ممكن تخزين. لكن أنت لو أسرة عادية مكونة من عدد عادي، اتعودي تاكل الحاجة في الموسم بتاعها، أو هتخزن. أنا هوريكي كيس جوافة متفرز بقاله سنتين عندي، ونطلعها من الفريزر وحطه لكم. ده أنا بقيت أجيب الجوافة على قد الأكل، يعني حتى بصوا الشنط اتكت عليها ما بتستحملش. ايه شروط تفريز الجوافه بقى؟ اوريك الجوافه الاول عشان ايه تبقي انت عارفه. ده اهو بقاله اكتر من سنتين معايا، اقسم بالله اكتر من سنتين، والله ما احسب قد ايه. عماله اشيله من الكيس ده، يعني ايه انا مفرزاه، يعني مثلا العيال كلوا، انتوا كلتوا، اتبقى مثلا اتنين ومحدش هياكلهم ولا فاروح عينهم في كيس زي ده بتتجمد. هوريها لك دلوقتي. وكيس بتقفليه قفله سهله، يعني ايه بحيث انك تقدري تفتحيها، او ممكن تعملي كده وتعمليه بمشبك غسيل بحيث انك تفتحي وتقفلي. ده بقى للناس اللي عايزه تفرق، اللي بتعمل مشاريع، اللي مثلا في رمضان عايزه تطلع كده. هقول لك شروط تفريز الجوافه دلوقتي. حتى بالتلج بتاعها مهما كان الفريزر بتاعك، انا الفريزر بتاعي بيفتحوا ويقفلوا فيه ويشيلوا ويحطهم، فتلاقيه عامل تلج على حاجه وده بيبوظ الحاجه. لكن مع كده شوف الجوافيه بلونها ايه، افرقيها عن الطبيعيه، ايه رايك؟ اهو ونفس اللون ونفس الريحه ونفس، تبصي هتضربيها في الخلاط انسي. وانا عايزاكي بقى تدعي لي طول عمرك، جربي الطريقه دي وادعي لي. لو انت فاتحه مشروع او عايزه تفتحي مشروع انت ومثلا وجوزك، تزودوا دخلكوا، ادعي لي كل ما تعملي كوبايه عصير ادعي لي. اهو هيقول لك انت جايبه الجوافه طازه منين، تخيلي بقى. طيب ايه بقى شروط الجوافه؟ بصي هقول لك حاجه، هي لو مخبوطه الخبطه دي مفيش مشكله، بس ما تبقاش سمره، يعني ما تبقاش مقشوطه وسمره. او لو مقشوطه والفريزر بتاعك حلو، هتحطيها في اكياس وتقفل عليها وتحطها في فريزر الثلاجه الاول، تجمد الاول بعدين تحطها في الديب فريزر عشان ما تديهاش فرصه ان هي تتفاعل. طبعا بتعين الجوافه في ايه، مش في اول الموسم، لا لما تبقى سكرت وتبقى زبده كده اهي، مسكره وزبده. يعني لو عملت كده اهو مسكره، ما في، يعني ما تروحيش تجيبي مثلا 5 كيلو جوافه تلاقيهم دلعين تقول بدل ما ارميهم هحطهم في الفريزر، لا هتيجي تطلعيها لا لها لون ولا طعم ولا ريح. ليه بقى؟ تبقى اي فاكهه بتفرزيها العصير للاستخدام بعد كده تبقى ايه، مسكره، بتبقى مسكره بسم الله ما شاء الله، شوفي طيبه خالص مسكره. طب ينفع اجيب مثلا من عند الراجل بدل ما بيديها لي بخمسه اقول كله نص بخمسه وتبقى مثلا كده؟ اه بس هتبقي عامله حسابك انك مش شايلها فوق بعضها بحيث ان هي ما تتفدخش منك،
واما تيجي تحطيها في الفريزر على طول، بحطها في الفريزر على طول من غير غسيل. هتغسليها عشان الميه، وعلى ما تجمد منك هتسمر. اما تغسليها ديت هحطها تحت الميه اغسلها لو انا مش غسلها قبل ما احطها. خلاص. طب دي اعمل بيها ايه؟ هوريها لك، هفتحها لك من جوه. طيب ايه المطلوب مننا ايه بقى؟ خليكم معايا عشان هنفتح دي وهوريكي دلوقتي ايه المطلوب. بتجيبي الكميه بتاعتك زي ما انت عايزه، ان شاء الله 20 كيلو كيس. اهو كيس اللبن ده بياخد 2 كيلو لبن. بتروح انت للراجل بتاع العطار بتاع الجمله، انا عايزه اكياس لبن من اللي بتاخد 2 كيلو لبن، من اللي بتاخد 4 كيلو لبن، 5 كيلو لبن. الاكياس التانيه اللي بتبقى بودنين بيبقى فيها فتحتين هنا بتخليك هواء، احنا عايزين نقفلها خالص. وتعملي ايه؟ تحطي بسم الله الرحمن الرحيم جوافايه جنبي، جوافايه اهو اهو. ولا تعصري بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تعصري ولا مش عارفه تشيلي ايه. وبعدين تحطي ليمون، ايه اللي بنحط على الجواف عشان مش عارفه الحديد ما يتكونش، يتاكسد ويتكون مش عارفه اكسيد الحديد واكسالات الحديد. يا حبيبتي الجوافه لو عصرتي عليها طن ليمون بعد فتره، مجرد ان هي تتعامل مع الاكسجين هتتفاعل. ايه مشكلتكم؟ زيها زي مثلا عصير القصب. عصير القصب لو ليمون مثلا في الاول وبعد كده، لا بيتفاعل ما دام متعرض للهواء بيتفاعل. وتروحي قافله من هنا تشفط. لو عندك مكنسه هتحط، لو ما عندكيش بالشاليمو، ما عندكيش اقفلي كده اهو. هتروحي قافله عليها كده اهو، وتربطي كده زي ما انا رابطه وربطه. تحاولي تخليها تعرفي تفتحيها، مش عارفه تربطي هتعملي مشبك غسيله اهو. على فكره انا ما بحبش اشتري الحاجات الكتير اللي بتنجب من بره لانها بتترمى. وتروحي حاطاها في الفريزر كيس جنب كيس، هيجمد معاكي. بعد كده ممكن تحطهم فوق بعض. هتيجي تفتحي اهو، خلاص خلصنا اهو. تيجي بقى انا عامله قفله كده، بصي اهو، هما اما بيتجمدوا بتحطهم فوق بعض كده، او عايزه اسيبهم كده زي ما انت. بعمل قفله ايه؟ ان انا ما اقطعش الكيس اهو، مش كل لما اجي افتح اقطعه اهو. بصي كده خدت حبتين فتحت وقفلت. طب اجي افتح معاكي بقى، استنى اجيب لك طبق. اجي افتح معاكي دي متخزنه يعني فوق السنتين، بس عشان ما ابقاش كدابه مش عارفه قد ايه. انا بقى يعني ايه، طبعا السكر غلط، عليكي صحيا غلط، وعلى عيالك غلط، السكريات غلط، هتخلي ابنك طول الوقت قابل للسمنه. عودي ياكل فاكهه احسن. بس دي قولي مثلا دي الظروف طريقه، لو انت عامله مشروع، لو انت وجوزك بتفكري مثلا تعملي قاعده والناس كده في الصيف يشربوا وياكلوا، ربنا يرزق. لان انا بشوف الناس عاملينها في الكافيهات، الصراحه الصراحه يعني وحشه جدا اهو. بص بقى اسمع الصوت، اسمع صوت اهو. دي ما بتسيبهاش بره بقى لغايه ما تفك خالص وتروح مسمره وبايظه. لا تعملي ايه بقى؟ ممكن تسيبيها تفك سنه صغيره عشان لو انت خلاطك ضعيف ما يحرقلكش الخلاط. بس اهو عايزه افتحها لك بقى من جوه. هي اصلا سهله يعني، دي جايبها لكم الفريزر سهله. شوفي بيضه اهو، وبتضربيها في الخلاط، وبعد كده بشويه سكر، بظرف فانيليا لو عايزه، من غير فانيليا لو حسب انتوا بتشربوا بايه اهو. عايزه تسيبيها تفك سنه مثلا عشان مش عارفه تمسكيها، سيبيه. حتى البذر بتاعها شوفي، اقسم بالله داخله على الثلاث سنين، وممكن تكون عدت الثلاث سنين. عماله اجيبها من الفريزر ده للفريزر ده لاني ما بحبش اعمل العصاير في البيت. وفي الشتاء كده كده انت في الشتاء بتعملي حاجات سخنه، يشربوا لبن بكاكاو، سحله بحلبه. فانا بحب اكل الفاكهه احسن عشان ياخدوا القيمه الغذائيه كلها، وياخدوا الياف وياخدوا كل حاجه. لكن انت لو صاحبه مشروع يعملي كده. بعدين ده السنه بتعدي جري، يا دوبك بتخلصي الجوافه من هنا تخشي على البرتقال، تخشي على الفراوله، وبعدين تلاقي السنه كله من عمرين اهو. ايه رايك في الجمال ده؟ اهي سمره مش سمره.
والفريزر بتاعي مش سليم، مش هقول لك يعني الفريزر بتاعي يعني فت قوي، لا والله هو بيعمل تلج وبيبوظ تلات ارباع الحاجه اللي معاملاه. اهي اهي الحاجه اللي بفرزها عامه بتبقى ال المنج عشان بيتوحموا عليه. اما بيبقى مني حبتين ما تاكلوش بروح احطهم في كيس في الفريزر، مش عايزينهم بحطهم في فقها، بينفعوني وقت مثلا عند ضيوف، وقت هم نفسهم هفهم على احسن من القرف اللي بنشري من بره بيبقى مدود وعليه مواد حافظه. طبعا في البيت احسن بمراحل، مش هنكدب. فانت تعمليها في البيت لو انتوا بتحبوا العصير اعملها في البيت طبعا، فانت بتمشي بيتك زي ما انت عايز. وطبعا صحه العيال والمواد الحافظه مصيبه. ايه بقى اللي بتفرز بنفس الطريقه كده؟ الليمون الحبه كامله، اليوسفندي الحبه كامله، البرتقال الحبه كامله، هتاخدي قيمه غذائيه زي ما هو بالظبط. يبقى العيال بيشربوا عصير وحط لهم عليه معلقه عسل، يبقى قيمه فيتامين سي وكل وطعم ولون وريحه وكل حاجه. والحاجه بتطلعيها وهي لسه فيها نسبه تجميد كده تقشريها وتحطها في الخلاط، هتحط على شويه ميه من الحنفيه خلاص خدت درجه الحراره بس كده. واتمنى تدعمني بلايك يا سكره. عندك اي سؤال اكتبي لي في التعليقات تحت، انا بسم الله ما شاء الله موريه لك والله جايبه لك من الفريزر. الاسمر ولا اي حاجه خالص، وبنضرب في الخلاط وتصفيه هيطلع بصي كاني جايباه من على الشجره بالظبط. وجربي طريقتي وادعي لي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسيش تشاركي معايا في القناه، تشير الفيديو، اكتبي لي تعليق جميل منك لما تجربي طريقتي، هتعجبك عن دراسه باذن الله يعني جميله يعني حلوه بسم الله ما شاء الله، والنتيجه قدامك. السلام عليكم.